عندي اليوم الخاصة بفضلة الكراميل المقلية، راح يكون عندي 3 كوب من الطحين، وراح يكون عندي 1 كوب من الحليب السائل بالتأكيد، 1 ملعقة طعام من الخميرة، و2 ملعقة طعام سكر، ونصف ملعقة شاي من الملح، 1 بيض راح يكون عندي، وراح يكون عندي 2 ملعقة طعام من الزيت، وأخيرا راح يكون عندي 1 ملعقة طعام من العسل. راح نشتغل اعتيادي عليه، لكن أنا عندي الحليب الدافي موجود بالتأكيد، دائما يكون دافي، وراح استخدم الخميرة والسكر بالبداية. ضروري جدا أنه أخلي الخميرة تتفاعل عندي وتبدي تشتغل، أنا مدمن أضيف الطحين، راح ألقيها جاهزة للعمل. نضيف الحليب أول شيء، وراح يكون مقدار 1 كوب. زين شوف انت هسه حاليا تضيف الحليب، انت تعرف مجتمعنا مرات ما يوفر الحليب الطازج، يعني حليب الكياسه يعني ممكن يخففوه للمشاهدين. اي بالضبط، ممكن يخففوه اعتيادي بالمي ويشتغلون به. احنا نستخدم الحليب يكون طعمه اطيب ويا الفطيره، اطيب من المي، اكثر فائده، خصوصا هالفطاير وهالاشياء تعرف الاطفال يحبوها دائما. ما انت تعرف احنا لازم نقدم لابسط طبقات المجتمع. صحيح، لازم ضروري جدا اخلطهم واتركهم شي 2 دقيقة أو 3 بين ما يخلص الشغل الخميرة مع السكر. نعقم ايدنا، بالتأكيد انا محضر عجينة ومخليها تختمر، ومحضر عجينتين، واحدة محضرها بالتأكيد، محضر انه لازم انه نخليها تشتغل بشكل صحيح. وعدي 2 عجينتين، واحدة عجينة تتخمر وواحدة عجينة راح أشتغل بيها قدامكم. زين للصحة الأكثر، أنت تعرف إحنا اليوم دا ينتشر عافاكم الله أوبئة يعني بالبلد، فننصح الناس بتعقيم إيديهم، بتعقيم المواد. والله ضروري جدا. نعم، أنت تعرف بالآونة الأخيرة انتشر فيروس أو مرض كورونا اللي عم على العالم تقريبا يعني. ضروري جدا، ضروري جدا إنه ألتزم، ما يسموه حاليا ألتزم بالنظافة دائما. دائما استخدم المعقمات دائما، يعني انا حتى انا شفتك حاليا انت تخلي معقم بايدك، لازم هاي ضروريه ثابته عندي، ودائما انه انا استخدم الملح، الملح الخشن للتعقيم، التختات اللي عندي بالبيت دائما اخلي لها يوم بالاسبوع انه يكون عندي الكلور، اخليها بالكلور والمي. زين ولو احنا ما نريد نخرج عن نطاق ريوق الطيب هذا من الصبح اللي راح يصير، بس ايش تنصح ربات البيوت اليوم بتعقيم المسواق مال البيت؟ انت تعرف الخضورات هاي الامور كلها، يعني ممكن يستخدمون الكلور القاصر، نفس القاصر، ممكن بيكربونات الصوديوم، وممكن الملح، هذول 3 بيكربونات الصوديوم السوداء نفسها لا تختلف، تختلف عنها، نستخدمها احنا دائما لغسل الخضار. ويفضل انه دائما اي شيء اشك به انه راح يكون هو ناقل للعدوى ابتعد عنه، مثل الخس، الكرافس، ما بالضروره ما بالضروره اليوم اني اكل هالشيء وراح اضل مهوش وراح يصير عندي هالاشياء، بالتاكيد انه. زين ايش تنصحنا للنظافه من نروح للسوبر ماركت نشتري اشياء معلبه؟ تعرف هذا كله مستورد يعني، يعني تحملت بايادي عامله ربما قد يكون في بلد مصاب معين يعني. صح، تعرف دائما انا دائما هسه بعملي ما نريد نسمي المسميات الخاصه بالماركات، اكو ماركات معروفه واكو ماركات مستحيل راح يكون بها عدم اهتمام بالنظافه او عدم اهتمام بالعدوى وهيك شيء. فاشتغل على ماركات معينه انه انا اشتغل عليها اخذها، ما راح تكون هي اظل انه اخاف انه خاف ما معقمه زين، خاف ما مسويها بشكل صحيح، هاي الماركات اشتغل عليها. ما اخذ ماركات مجهوله، حتى ذاك يوم انا نبهت على الفطر المشروم، الفطر نوبات نلقي بالسوق ينباع بالعربانه كيلوات، ما يصير، المشروم لما ينصنع لما يتكون هو الى فتره اكسباير. اكسباير يعني خصوصا عندنا العراقي شيء 10 أيام ينتهي، لما يجي ينفتح يتخلى بعربانة إذن هاي اكو مشكله بالاكسباير ومفتوح. صح، يعني هو ينباع علب. زين والمعلب؟ المعلب دائما تلقى ليبل عليه، دائما انا اشتري التاريخ الجديد ثاني يعني. يوم صنعه يعني ثاني يوم الصنع مالته، انه انا اكون مسيطر انه ضل عندي 8 أيام أو 7 أيام بالثلاجه ما عليه شيء. نعم، ابتعد من المواضيع اللي ما بها اكسباير، ما بها الشغلات الصحيه الثابته. على فكره هاي المعلومات كلش مهمه، لان تدري شنو يعني مهمه على صحه وحياه الانسان. صح، يعني
انت تعرف الناس هم كلش حارين بالوضع ما يعرفون شو يسوون يعني، فمنتظرين منك الحكايه من فلان حكايه يعني. هاي نعمه الصيف اللي اكو الناس يضوجون منها. راح يجينا الصيف هاي كله خلصنا من هالاشياء، الحراره اللي عندنا بالصيف كلش معقمه، الهوايه اشياء عندنا. شوف سبحان الله احنا نكره دائما فصل الصيف، انا بدك تشتغل ونسولف يعني حتى تكون شويه. يقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالضبط. صيفنا احنا حر قاتل يعني، يوصل درجات حراره مرتفعه، بس ما يعرف اليوم المشاهد انه هذا الشيء بفوائد، خاصه اني العام انا كنت بالبصره رحت بزياره يعني كعمل يعني. يا شهر قل لي. بالسابعه صدقني. رجعت نصك لو باقي شيء. شنو اسمع راح احكي لك موقف. الله يعطيهم الصحه والعافيه. اول مره بحياتي اروح ازور اهلنا بالبصره بالصيف. تحياتنا لنا بالبصرة. اي والله تحياتنا لهم، شفت الطيب بيهم والطيب. أيه والله مثل باقي انحاء العراق. اسمع القصة راح تجيك. يابا طلعت من الصبح، قعدت من الصبح بيوم من الايام، مر علي تقريبا اسبوعين هيك شيء. تعرف هاي الرطوبة اللي ترتفع نسبتها بالبلد صح يعني. بسبب وجود الخليج. اي انا ايش عبالي؟ قالوا هاي السنة ماكو رطوبة، قلت لهم يا الله على حظي، الله يحبني، رايح للبصرة. وبيوم اقوم من الصبح اباوع الجامات كلها مي، قلت اللهم صل على محمد مطرت يا الله، انا ما عبالي انه بالرطوبه تصير هاي الرطوبه صح. يابا وافتح لك الباب ويجيني ذيك الهفوه الحاره نار، رجعت سجلت الباب قلت ما اطلع. فكانت اول مره بحياتي اشوف، الله يعين اهلنا بالبصره. بس بنفس الوقت احنا قلنا لكل مضار بفوائد، يقول لك سبحان الله يعني كلش معقمه زياده. الرطوبة اللي بالبصرة كأنه قسطرة ربانية حسب ما يقولون بها الأخصائيين بهذا المجال. حلو خوش معلومة. سبحان الله يعني يقول لك بها كثير من الفوائد على الرئتين، على القلب، على تنشيط الدورة الدموية وتنظيف المسالك مال الدورة الدموية وهالأمور كلها يعني. هذا الشيء حسب ما يذكرون أصحاب الاختصاص في هذا المجال، مو من كلام من يمي. فإن شاء الله كل منطقة بالعراق هي نعتبر أنه هي منطقة جميلة وبها دواء. شلون؟ صح نعم. طبعا اليوم نذكر انه تجد تسوي بالتاكيد اليوم هذا اسوي الفطيره بالكراميل لكن مقليه، ما راح تكون يعني ما راح تكون مشويه. نعم اذا تحب يعني راح نستقبل اتصالات اليوم لان صار فتره طويله ما سامعين صوتكم، حتى يجاوبكم اكيد الشيف عرفان على اسئلتكم واستفساراتكم حول ريوقنا الجميل لهذا اليوم اكيد من الايادي الطيبه يعني. بالتأكيد أنا بانتظار اتصالاتكم، أي استفسارات. نشكر مخرجنا وإدارتنا اللي سمحت لنا نسمع صوتهم الصبح والظهر. مكافأة حلوة لنا هاي. شكرا جزيلا. طبعا احنا بعد ما فرشنا العجينة بهالشكل هذا أبدي بالكتر اللي دائما قلت لكم عليه، وقلت لكم ممكن تستعملون علب الحمص أو الفول لكن لمرة أو مرتين. ليش؟ لأن العلب تقصوها من الجانبين وتشتغلون عليها، العلب ممكن يصير بها صدأ بين هلالين الزنجار يصير بيها، فاني انه استعملها مره مرتين وارميها، او تشترون هالشيء هذا اللي نستخدمه بالتقطيع اللي يكون بهذا الطرف منه هيك، راح يكون عندي هذا الطرف منه شويه مثل الحد، ومو كلش حد لكن يقطع بشكل صحيح. زين هاي وين يلقاها؟ هاي اي ماركت، مركز وفر للتسوق موجوده. وفر موجود. موجوده موجود. بالشورجه موجوده. بهوايه مكانات ممكن يجيبوها. ها كان قبل اهلنا من يسوون الكليتشة باشكال الوان يسوون، بالضبط الشيء اللي يجي على بالهم يسوون به. بالضبط هو اليوم اختصرت هوايه امور القوالب الجاهزه وباقي الامور الثانيه، يعني نشوف انه سهلت كثير من الامور الموجوده. اكيد انا يعني دائما هالقوالب ممكن الطاسات القزاز تصير يعني اذا كانت واسعه ممكن كان ممكن يعني. بس الكاس القزاز ممكن الضغطه ها على مود الهواء الضغط يصير. لا ممكن الضغطه على هاي هيك هالضغطه هاي طق القزاز ممكن راح تضرب الايد. من هاي المواضيع احنا نقول السيفتي دائما ويانا. اتصال السلام زهراء عليكم من النجف. زهراء الشانج. السلام عليكم. اهلا زهراء الشانج، اخبارك؟ شلون؟ الله يخليك ابويا. انا اشكرك على هاي الاخلاق الطيب. الله يطول عمرك ويخليك يا رب. شي زين بلا زحمه، عندي استفسار على مود الاسلاميه. اي الجلابيه كلها اسويها تطلع من عند الليله مو مقرمشه. زين. ما اعرف شنو السبب، يعني كل ما اسويها تطلع شلون تسويها انت؟ مقاديرها بالضبط وشلون يعني بالتفصيل. ليش ما تخليها اني باشر عندي الكنافه بعد باشر اسوي الجلابيه هنا بشكل صحيح؟ شنو رايك؟ لا
ان شاء الله يا ريت. تأمرين تأمرين عقب باكر انا مسوي الاجنابيه هنا تأمريني امر على عيني وراسي ابويا. شكرا. طبعا باقين من النجف اليوم شنو سامعين اليوم مسوي دهين على الغداء ومخابرين اهل النجف. السلام عليكم. هلا زينب شلونك؟ هلا شلونك كيف؟ شلونك اخبارك زينب؟ ممكن اسال على اللحمه بعجينه؟ اي عيني. يعني شلون تفاصيلها؟ انا قبل كم يوم سويتها هنا وبالتاكيد تؤمرين امر اعيد لك المواد انا فد شوي راح يطلعوها على الشاشه بالتاكيد. ممكن اسال عن سجاوش وعمر؟ نعم يعني؟ نعم عمر السجا وين يعني؟ انتقلوا الى عمل ثاني ويا رب يوفقهم. اختاروا العمل بمكان ثاني يا ربي. نتمنى لهم كل التوفيق ونرجع للمقادير بالتاكيد اللي طلبتيها خاصه باللحم بعجين. المقادير اللي راح اشتغل انا عليها بهالشكل هذا ابدي اسوي شيء مثل الفتحات بس ما اوصل للطرف عمود ما تنقص عندي. ممكن بهاي ممكن بالسكينه ممكن باي شيء اريده ممكن اسويها. هاي اللي خاصه تشبه تقطع بها البيتزا لكن تكون مقرنصه بهالشكل هذا انه انا اقطعهم. بعد ما اقطعهم لازم اتركهم يتخمرون شويه ضروري جدا. ليش؟ لان هذا السمك شوفي راح اصير بيه هيك فتحات زميلي. بعد ما تتخمر راح تثخن شويه ضعف حجمها راح تكون اطيب لما اكلها شيء مقارب للدونات يعني مقارب لها كطريقه عمل. وناخذ المقادير يا زينب وشوفي مقادير اللحم بعجين راح تكون على الجو. هاي المقادير اللي خاصة باللحم بعجين. عندي العجينة موجود العجينة راح اشتغل عليها وبعدين اشتغل على اللحم بعجين كلحم. عندي اللحم والطماطم والبصل والفلفل والزيت والمعجون والسبع بهار موجودة عندي بالتأكيد والملح. والعجينة اللي موجود عندي متكونة طحين وخميرة وحليب وملح وزيت وسكر بالتأكيد. ام علي شلونك؟ السلام عليكم ام علي شلونك؟ أهلا صباح الخير شيف. صباح النور شخبارك؟ الله يسلمك شيف. شلون صحتك؟ الله يسلمك شيف. شكرا على اكلاتك الطيبة شيف. أنا اللي أشكركم لاهتمامكم ومتابعتكم للبرنامج. أكلات طيبة تسويها. يا ربي يخليك ويطول بعمرك. جربتي شيء من اللي انطيته؟ والله كان من الصبح اتابعك. على عيني. جربتي شيء من الاشياء اللي سويتها في البرنامج؟ والله كلش جربت اكلاتك كلش طيبه. شنو جربتي منهم؟ والله اول شيء فطائر مالتك. الفطائر طيبه؟ طيبه والله كلش حلوه. المقادير طيبة. المقادير كمقادير انطيتها اكو تغيير بيها؟ اكو مشكله واجهتي؟ لا والله كلش طيبه يعني على مناطق الوصفه يعني كلش طيبه طلعت. يا ربي خليك شهاده اعتز بيها. اي والله. بس شيء ممكن الكعك بالسمسم. تأمريني امر إيه. ثواني وتكون إيه المقادير على الشاشه وبعيوني. اي والله بس ام علي لا تضيفين الامونيا ما دام انت مسويه شيء للبيت وراح تاكلوه إيه. خلال يومين ثلاثه لا تضيفون الامونيا. نبتعد دائما عن هالمواد نبتعد عنها الكيميائيه. الامونيا احنا نخليه بالافران على مود ينطينا فتره يصمد طويل فتره طويله يصمد الكعك فد اسبوعين ثلاثه. بس ما دام بالبيت راح ينكل هالكعك بيوم يومين فلا تضيفون الامونيا وابتعدوا عنها وراح تطلع لك المقادير فد شويه. اشكرك. على عيني وراسي ابويا على عيني وراسي. طبعا قلت لكم انه بعد ما تقطعوها نخلي لها نايلون ونخليها بمكان دافي. من الضروري جدا انه اتركها شويه تتخمر انه ما انا راسا اقليها ما راح احصل الطعم اللي اريده. وبالتاكيد ويانا ام شيماء. شلونك؟ هلا صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ شو اخبارك؟ من هالجمال هذا؟ يا ربي يخليك شاد اعتز بيها. الله يسلمك. الله يخليك ان شاء الله. الله يخليك طول بعمرك. سلام وشكر الى الكوليسترول على اخلاقهم الطيبه. هم دائما احنا نتشرف بخدمتهم. أيوة بالتاكيد تحياتهم لك بالتاكيد.
والعالم. الله يخليك ام شيماء. وسلام لاحمد ابو سابق، يعني كلام اريد اوديه، اقول ليش نحب وما يردون؟ ضاعي ليش نحب وما يردون؟ هسه نقول لها اكيد لحضرتك تأمرين امر. وشيماء تريد بطريقه الهمبرجر. البرجر تأمرين الهمبرجر. أيوة. ثواني راح يكون وياك على الشاشة من عيوني. تأمرين أمر أم شيماء على عيني وراسي. أشكر اتصالك أم شيماء. أنا أنتظرك يا روحي. أي تأمرين تأمرين يا أبا تأمرين. طبعا بعد ما خليت أنه أني شوية يتخمر بهالشكل هذا زميلي، شوفوا انه صعد اللي عندي العجين تضاعف حجمها، راح تكون كلش طيبه عندي. من الضروري انه اتشيك اللي موجود عندي، خلينا اعلي النار شويه، لازم انه دائما اتشيك الزيت اللي عندي، ممكن يسبب لي مشاكل، ممكن ما تنجح. الو السلام عليكم. الو صباح الخير. صباح النور. شلونك اخبارك؟ الله يخليكم. احمد من بابل. اتشرف بيكم وكل اهل الحله على راسي. اشكرك على هاي الاكلات. يا ربي يخليك. انا اشكر اتصالاتكم واهتمامكم. الله يسلمك. بس ردت من عندك طريقه الكليتش المقادير. احنا هذا شهر رجب ومال الموتى ومال كل هاي، بس اريدها مضبوطه تكون. من عيوني راح اعطيك المقادير بعد شويه. أيوة. وتأمرين امر ام احمد. تحياتي لكل اهلنا ببابل. الله يخليك ابوي، نتشرف بيك. عندي مقادير الكليتش طلبوها، وعندي طبعا هذا اللي جهز عندي الزيت، ضروري جدا مقادير الكليتش ناخذها ومقادير البرجر بالتاكيد بعدها. اللي موجود عندي دائما بالعجين انه اني اشوف المقادير، راح يكون عندي الطحين والدهن الحر والبيض. ام احمد التزمي بهالمقادير راح تطلع عندك اطيب كليتش. البيكنج باودر راح يكون عندي، والخمره والملح والحليب والماء والجوز والسكر البني، ممكن تغيريه باي سكر، سكر الباودر او السكر الاعتيادي. انا بوقت اختاريت السكر البني حبيت الطعم اللي بيه. والتمر راح يكون عندي بالتاكيد اخير شيء 300 جرام. ثواني اشوف اللي موجود عندي. ابدي اخلي اني اخلي شويه طحين او اي شيء موجود عندي. نوبات استخدم المي، استخدم اي شيء، اتاكد من حراره الزيت اللي موجود عندي. تاكيد اذا خليت مي هوايه راح يصير يطلع نار. من اضيفه، ما اريد كلش حامي الزيت. ليش؟ من خليتها تتخمر راح تشوفون انه حجمها راح يتضاعف بعد مره بالقليل. اذا كان الزيت كلش حار راح يستوي البرة، وداخلها راح يكون ما مستوي، فهيج حراره كل الزينه تكون عندي. ابدي انه خليها بالشكل هذا انه ما تكون كل يكون الزيت عندي كلش حار. الشكل هذا بدي خليهم زين الطبق اللي عندي. اللي دا استخدمه أنا هنا السيروبات، يعني ممكن أي شيء عندكم تستخدموه، بس أنا أستخدم اللي الخاص بالستروبري، خاص بالستروبري الفراولة اللي عندي. تحياتنا الهالة تحب الفراولة. الشكل هذا. الو السلام عليكم محمد، شلونك؟ السلام عليكم. شلونك ابويا، شخبارك؟ الحمد
الله يسلمك، على هاي الاكلات الطيبه. يا ربي يخليك وطول بعمرك ام احمد. الله يسلمك. من عند انا ام محمد مو ام احمد. ام محمد على راسي ام محمد. شلونك؟ الله يسلمك. جربنا حلاوه الجدار وجربنا البيكاتا وجربنا المندي، عشتيلك ماكو يعني مقاديرك مضبوطه حيل. جربتيهم كلهم؟ عشتيلك والله. شهادة شهادة اعتز بيها هاي. قولوا لي شيء صار عندكم. نقعد نحكي بيك طبعا بالخير على هاي الاكلات الطيبه. صدقيني ام محمد اكو اكلات انا مسويها من زمان، مسويها نعم. من زمان، بس لما اجي اريد اشتغل اليوم لكم هاي الاكله او هذا الطبق اتصل مثلا باستاذي او اتصل باي احد ثاني احس انه هو راح يكون مقاديره وياي يساعدني بها بالمليم. يلا انطيكم اياها لان هاي مسؤوله علي. نعم صحيح. اي شيء عرفان سوي لنا البورق، عجينه البورق هواي طلبتها من عندك صار هواي. اي هي هي والكاهي شويه خلال نعم. الايام القادمه 100% اسويها، تامروني امر. نعم. الشيف عرفان بالكوكي اللي سويته، السكر البني والسكر الابيض، يعني الباودر ولا اعتياديات؟ لا لا اعتيادي مو باودر. يعني زين السكر البني هسه بالكليش ينحط ضمن العجينه لو ينحط؟ لا لا يتخلى الجوز. يتخلى ويا الجوز خليته انا بوقتها. نعم عاشت ايدك شيف عرفان. وما ليش ما تعطينا حكم وكل صباحي نستفاد من عندها. الله يخليك ابويا، لي الشرف انه اخدمكم كل يعني ما اقدر. مو بس نتعلم عنك. الله يخليك الله يخليك. عليا عاشت ايدك. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك ابويا. الله يسلمك عيني. الله يخليك، الله يخليك والديك. الو السلام عليكم عياد، شلونك؟ السلام عليكم شيخ. شو اخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله، شلونكم؟ الله يخليك ابويا، انت زينه؟ ممكن اخذ مقادير الزلابيه؟ الزلابيه تأمريني امر، يا ريت انطوني مقادير الزلابيه وعقب باكر خليها على عقب باكر راح اسويها اني على الجو وراح تشوفيها وراح تعرفون انه مقاديرها وشغلها راح يكون جدا سهل عليكم ان شاء الله. انت نور والله اليوم. الله يخليك، النور نوركم يطول عمرك يخليك يا رب. الشكل هذا شوفوا انه بدا حجمها شلون يتضاعف اكثر، اللي هو كان عندي بالبدايه العجينه الاعتياديه، بعدها انه اني خليتها تتخمر ايضا تضاعف حجمها، وبالقلي هم اكيد انه تضاعف حجمها وصار بهالشكل هذا. اهل الغربيه طبعا بهالشكل هذا سهله وطيبه، ممكن تضيفون العسل، ممكن تضيفون اي شيء تريدوه عليها، ممكن تخلون مكسرات، ممكن قشطه، ممكن جيمر، اي شيء يعجبكم. ليش؟ بالتاكيد نرجع على محافظتنا العزيزه كربلاء المقدسه. السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير. شلونك اخبارك؟ الحمد لله بخير. انت بخير؟ صحتك. انا بخير اكيد، اذا انتم بخير ربي يطول عمرك. الله يسلمك. عمريني يعني من الرياض ما اعرف ليش باعي. مو قلت لكم على عجينتي عوفيها من هذا انه المقادير اللي عندي. بعد ما تكمليها الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، ورا ما تكمليها انت خليها شويه ترتاح قبل الشوي. شلون خلينا هالفطيره ترتاح شويه قبل الشوي بعدين قليناها، خلوها شويه ترتاح. راح اليوم انت من اجي اني اخبز عجينه فطيره ما مختمره، عفوا للكلمه فطيره هاي مصطلحنا، ما راح تكون عندي صمونه طيبه، بس من اخليها ترتاح شويه وتصعد العجينه واخبزها بالفرن راح صمونه متفحه وطيبه. كذلك بالكليتشه خليها ورا ما تكمليها تحشيها تمر، خليها شويه ترتاح فد ربع ساعه ثلث ساعه تصعد واشويها، راح تلاحظين فرق كلش عندك، خصوصا اذا مشيتي على العجينه اللي انا قلت عليها. ممنون، شكرا لاتصالك. الشكل هذا راح تكون عندي. الشكل هذا خليهم تقريبا هي مقاربة للدونات. الشكل هذا دعم بالتاكيد ما ننسى انه كل ما موجود عندي برعايه مركز وفر للتسوق، مشكورين موفريلي كل ما احتاجه. ما اضيف عليهم ستروبري شويه اللي هو الصوص
هم نقدر نخلي لها الدبس وهاي الامور. ممكن هاي اليوم راح اخلي لها العسل شويه. هذا العسل، وهذا اللي صار عندي اليوم بما يخص زميلي محمود، بما يخص الفطيرة اللي سويناها. واضيف شوية زيادة عليها. بس راح اضيف لها مثلا المكسرات وهاي الامور. بالضبط راح اضيف شوية الفستق الحلبي. اها. فرمينيا؟ راح اضيف. قولها قولها. عندي. هاي اللاعب البرازيلي لاعب ليفربول دائما لما يقول عم بتخاف ما حد ما يعرف شنو فيرمينيو، لما يجي يقول جول قدامه يلعب الكره وراسه يديره بغير مكان فنفس الشيء. قبل هذا اللي صار عندي بهالشكل بهالشكل هذا. سهله ما راح تكون صعبه، بسيطه راح يحبوها الاطفال بالتاكيد. واتمنى لكم يوم سعيد ونرجع ويا زميلي محمود. ربي يخليك ويطول بعمرك. يعني كلش طيبه بصراحه. قبل شوي انا عايفك براحتك كلش، لانه اولا مشتاق للمتصلين اللي تحب انه تفيدهم بكثير من الاتصالات. صح. ثانيا اللي خلاني اسكت الريحه اللي ملت الاجواء. ربي يطول بعمرك. اتمنى انه تسووها بالبيت تستفادون، يعني يعني الاكلات اللي يسويها والشغلات اللي يقدمها لكم. اتمنى ويانا بالاستوديو تشمون بس العطر مالتها، غير الطعم اللي راح نذوقه اكيد بالفواصل اللي يصير. على فكره خلينا نعترف بفد شغله، مو يصير عندنا فد فاصل كنا نركض وحتى نتسابق وناخذ لنا فد لقمه فد شغله من اكل الشيف عرفان يعني. صح ولا لا؟ صحه وعافيه. اذا متواصلين وياكم بعد ما شفنا ملك الاطايب ايش قدم لنا الشيف عرفان، واكيد كثير من الناس تعتمد حالتها واجواء عملها او سفرها او حتى مواعيدها سواء كان زياره الاقارب وباقي الامور الاخرى اللي بحياتها على حاله الطقس، يعرفوا ايش راح يلبس، هل يا ترى راح تمطر اليوم، لو يسوي تسريحه، لو يلبس كاسكيته، فاكيد كثير من الناس ربما تريد تسافر بالبر او بالجو تسريحه اهم شيء. يلا ما بقى لك شيء شو التسريحه. راح اجيك وتسوي لنا هذا السبايك الحلو. ما زيناني بعد. ابد؟ ابد. اسوي له هنا؟ اي تسوي كوشي. والله اذا يلوق لك ليش لا يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله، بس لازم من تجي منا تلبساي مال طهات تعرف على مود الشعر وهذا. اكيد اكيد. مو بالله؟ بس هم هالشده اسويك. خير ان شاء الله. انا منتظر، راح اترقب وانتظر. بس اذا قصيته تدري شنو؟ حلاق ماكو. راح اظل سنه كامله يومين اذكرك قصيت شعرك. حلاق ماكو. صدق والله. إذن خليكم ويانا نروح نتعرف على حالة الطقس وراجعين نكمل مشوارنا الصباحي.